الحين خلينا نقول بسم الله ونقصها معكم. بقول لكم شيء، حشيتها قشطة ومع كاسترد وروزبري. قول بسم الله يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف طالع، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، شوف هذا الحشو، شوف شيء من الآخر. لذيذة 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 مو طبيعية مو طبيعية. هذا فيديو بالتيك توك كثير ناس منشنوني فيه، كثير بالتيك توك او بالانستغرام او يعني ما شاء الله كمية الناس منشنوني فيه كثير. فهذا بنسويه اليوم، ولكن بطريقة بنسويه بطريقة بي كي، بنسويه بطريقة بي كي. بتشوفون شيء بإذن الله، بإذن الله أنا بيعجبكم، بإذن الله أنها بتعجبكم، بإذن الله إحنا نحاول نضبطها، تمام؟ طبعا هذا شيف إيطالي فنان فنان فنان، فخلنا نشوف إذا قدرنا نسوي نفس الشيء ولا لا. طبعا يعني ما ودي أقولكم صراحة، يعني ما ودي أقولكم إنها مو بشيء بسيط، أوكي؟ بس أنتم عاد عارفين، بإذن الله نحن نقدها. نقول بسم الله نطولها، شايفين؟ بالطريقة هذه، شايفين كيف؟ بقول لكم شيء، دائما اسوي معكم العجينه حقت كروسان، يعني مو بشيء جديد، عشان كذا قلت اليوم اللي بسويه بسوي معكم اللف، بسوي معكم الطريقه كامله الا العجين، العجين دائما اسوي معكم. شايفين؟ يا سلام يا سلام، شوفوا الجمال، ما شاء الله تبارك الله. جاهزة؟ نقول بسم الله. يا سلام، شوف كيف جاهزة الجميلة هذه. بعد جاهزة، نقول بسم الله. شوفوا هذه جاهزة، جهزناها كاملة. نبدأ الحين على طول نحط الكروسان حقنا اللي لفيناه مع بعض تو. نقول بسم الله، ننزلها جوا. شايفين؟ بالطريقة هذه تسويها، بالطريقة هذه كذا، بعدين ترجع وتحطها. بس صعبة، لازم تاخذها كذا، نزلها صح عشان تطلع معك نفس الشيء اللي انت تبغاه. ممتاز. طبعا نرجع الحين نبدا بالمكس حقنا اللي بنسوي، بنسوي الروزبري. شايفين؟ احلى شيء وألذ شيء بالنسبة لي أنا صراحة، كذا أطلعه صوص، خلوني أطبخه وأوريكم كيف بيطلع. كذا طبخنا الصوص، شايفين؟ الصوص جاهز، طبخناه خلاص، ما شاء الله تبارك الله. كذا اللي أنا أحتاجه شيء واحد، يبرد الصوص شوي بعدين خلاص اوريكم الكروسان بعد ما يبرد الصوص. ها خلاص صارت ولا ما صارت؟ شوفوا شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، طلعناها ما شاء الله تبارك الله. طبعا صراحه انا اعجبتني، اعجبتني مره مره مره. شوف شوف
شوفوا كيف طالع، شوفوا كيف اللون، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. الحين باقي بس اقصها معكم ووريكم كيف شكل الكروسان هذا الجميل. يعني تتكلم عن كروسان ايس كريم، شايفين الشكل؟ ما شاء الله تبارك الله. شوف شايفين؟ صدق الحمد لله، شيء جميل، اللهم لك الحمد.